إذا سنخرج من الشريعة ما هو منها، جزء منها نخرجه بسبب العداوة، بسبب الميل. إذا هذه القواعد تعصم الكلام في الرواة من الميل والانحراف، الميل يمينا أو شمالا، من الميل أو تأثر بالعداوات والخصومات والانتماءات، محاباة أو المعاداة، يعني لتعصم الكلام في الرواة من المحاباة أو المعاداة. من هذه القواعد مثلا الجرح واجب عند الحاجة، الجرح واجب عند الحاجة، دي قاعدة، الجرح واجب عند الحاجة. الجرح واجب عند الحاجة، هذه القاعدة تنص على أن الجرح واجب، لأن الجرح في الأصل في ظاهره غيبة، والغيبة محرمة، لأننا حينما نجرح الراوي نذكر مساوئه، وذكر المساوئ غيبة. في الحديث النبوي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وحينما نجرح الراوي سنذكر في حقه شيئا لا يعجبه، سيكرهه. إذا الجرح في ظاهره غيبة، لكنه مستثنى، مستثنى من الأمور التي استثنيت ولا تعد غيبة، استثنيت لكنه مستثنى للضرورة الشرعية. هي هذه الحاجة التي ظهرت في كلمة الحاجة التي ظهرت في العنوان، عنوان هذه القاعدة. الجرح واجب عند الحاجة، يعني الجرح في ظاهره غيبة والغيبة محرمة، لكنه استثني للحاجة وهي الضرورة الشرعية، وهي صيانة السنة النبوية من أن ينقلها الضعفاء والمجروحون، من أن ينقلها غير الثقات. بيان أحوال الرواة ضرورة شرعية، بيان أحوال الرواة، الجرح واجب. إذا من التحريم، من النهي، لأنه بظاهر غيبة، إلى الوجوب، إلى الوجوب. إذا الجرح صار واجبا، لكن عند الحاجة للضرورة الشرعية. متى كانت هذه الضرورة؟ كان واجبا. متى انتفت الضرورة صار إلى أصله، رجع كلام في الناس في الرواة إلى أصله الذي هو التحريم، غيبة المحرم. إذا متى كانت الضرورة؟ كان واجبا. متى انتفت الضرورة، لم تعد هناك الضرورة أو الحاجة، صار غيبة، عد غيبة محرم. هكذا إذا نعصم الكلام في الرواة، في الشهود أيضا، في الشهود، في الناس عموما. حينما نجرح الناس بدعوى الضرورة، هل هناك فعلا ضرورة؟ هل هناك حاجة فعلا أم لا؟ أما إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة، فالأمر لا يعد أن يكون غيبة محرمة. من هذه القواعد أيضا قولهم لا يجوز نقل الجرح فقط، لا يجوز نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل، لا يجوز نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل. هذا راوي وجد فيه جرح وتعديل، هذا شخص فيه محاسن ومساوئ، لكن ننقل الجرح ونسكت عن التعديل، أو ننقل التعديل ونسكت عن الجرح، فهذا لا يجوز. لا يجوز نقل الجرح فقط في شخص أو في راوي وجد فيه الجرح والتعديل. إذا من الأمانة العلمية أن ننقل الجرح والتعديل ثم نوازن ونقارن، فما كان غالبا فهو المقدم. أما المحاباة فتدفع الشخص الإنسان، تدفع الإنسان إلى أن ينقل المحاسن ويسكت عن المساوئ، والمعاداة تدفع الناقد أو الشخص إلى أن يذكر